ראשי הערים מתבקשים לשמור על בריאותם. إنذار أولي لحالة عنف تجتاح الملاعب بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويخشى أن تتفاقم، إلا أنه إنذار من نوع ممتع يجمع اللاعبين الصغار والقناصلة من حول العالم بدعوة من شمعون بيريس. كانت لعبة ممتعة، أول هدف نبيل ولم يتأذى أحد، هذا الأهم. كيف أقنعك رئيس الدولة أن تترك عملك القنصلي وأن تأتي اليوم؟ إنه شخص مقنع، وإن طلب منا الحضور هناك إجابة واحدة. أطفال من أحياء عربية وإسرائيلية قادرين على اللعب معا وبناء الصداقة معا، علينا تعليمهم ذلك منذ الطفولة مع أهاليهم، إنها ثقافة. لسنوات عانت الملاعب الإسرائيلية من أحداث الغضب والعنف بين اللاعبين، وخلفت تجاوزات تعدت البطاقات الحمراء إلى بطاقات سوداوية قاتمة. في البداية اعتقدنا أنهم لا يريدون اللعب معنا، كذلك الأمر هم، ولكن في النهاية لعبنا سويا واستمتعنا، تعلمنا منهم بعض العربية وهم كذلك بعض العبرية. إحنا بنلعب في عنا مرتين في الأسبوع، وبنأخذ 4 فعاليات بكل سنة، بنلعب في بالليل لعب العادل، وبنلعب مع مركز بيرس للسلام. هنا تذوب الفروق وتضمحل ليحل محلها اللعب العادل والمنافسة الشريفة بين أطفال يعول عليهم أن يفهموا ثقافة اللعب والعيش بسلام. الساحرة المستديرة سحرت الملعب ولم تسحر اللاعبين الغاضبين، ليتسلل العنف إلى ساحات الملاعب فيشبه الواقعة اليومية في مدن يغلفها الغضب، حال يأمل الجميع هنا أن ينتهي. لليوم على الحرة ميرفت العزة من تل أبيب.